رياضة الكارتينج هي رياضة سباق سيارات بأربع عجلات صغيرة. انتشرت هذه الرياضة في جنوب كاليفورنيا وسرعان ما أصبح لها صدى في أوروبا، وهي رياضة متعددة ومثيرة ويمكن الاستمتاع بها مع الأصدقاء والعائلة. رياضة الكارتينج لا تحتاج إلى خبرة لممارستها، لكنها تحتاج إلى معرفة تامة بقواعد السلامة، فهي تعلم القواعد المبدئية وتؤهل الأطفال إلى قيادة السيارات العادية. ليو سامي روبنسون، بريطاني ذو الأصول الجزائرية، صاحب 14 عام، سائق سيارات السباق، فاز بالعديد من البطولات. ففي عام 2021 فاز ببطولة ميني إكس 30 وغيرها من البطولات. مرحبا، أنا ليون سامي روبنسون، عمري 14 سنة وأنا من الجزائر. بدأت السباق عندما كان عمري 3 سنوات. عندها اشترى لي أبي أول سيارة سباق، وبدأت القصة من هناك. كنا نتسابق ذهابا وإيابا، كما جربنا سياقة الشاحنة أيضا. عندما بلغت 6 فزت بأول بطولة لي بريطانية. فزت بعدة بطولات بما في ذلك البطولة الإيطالية وبطولة مينا للكارتينج وبطولة العالم كذلك. والأسبوع الفارط فزت بمرتبة ثانية. Which was good. It was our first win in a car, which means we're the youngest ever driver to win a race in a car. نواجه عدة صعوبات في هذه الرياضة، منها نقص الإمكانيات وغلائها والوقت ضيق جدا لإجراء الاختبارات القبول، كما أنها رياضة صعبة، فأنا أقاتل من أجل الفوز والتشريف الجزائري في المحافل الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين لايبي، بريزيدون فيدراسيون الجيريان دي سبور ميكانيك، الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. هذه سي اون دي ديسيبلين لي متكلفة بها الاتحادية تاعنا، سيتادير يا لا موطو يا الكارتينغ يا لوطوموبيل. ما يخفالكمش بلي الكارتينغ سي ان بو لا باز دو تو لي سبور ميكانيك. هي في الحقيقة واحد كيكون دوي ولا سير دوي في لو كارتينغ سي ديريكتومون لا فورمولا اللي الكل تعرفوها. هنا في الجزائر بون سي با ماشي حاجه جديده، في التقاليد تاع الرياضه في الجزائر كاين رياضه الميكانيكيه، كاين لوطوموبيل، كاين الكارتينغ، كاين مي بون في الكارتينغ لي بروميير بروس انترناسيونال صافي اون ديزان داني. يا اي دي بارتيسيپاسيون في لي مونديو وكذا، كانت بطوله هنايا وطنيه. دونك كاين ناس خدموا حاجه قاعديه، بعد الناس ولات تعرف. ناخذوا ليكزامبل تاع نوتر بيلوت ليو روبنسون، لو كا تاعو لي سامبل. حنا عرفناه با لو بي دان بروبريتير دو سيركوي كي انيماتور في لي شامبيونات دو موند، لي كان ديجا شاف الفريق الوطني وقالنا بلي ان الجيريا و انجلتير كيفي لي بوجور تاع هذيك لا ريجيون. اون ا بري اتاش معاه، ومن بعد سي تافيري بلي لا مامون تاعو لي اولترا ناسيوناليست كثر منا. قالت لك انا وليدي نو ريبريزونترا كو لي كولور ناسيونال،
رياضة الكارتينج رياضة جديدة بالجزائر، فهي فن من الفنون الرياضية التي تعتمد على التركيز العقلي أكثر من البدني. من هذاك لو مومون حنا ونابخي اتاش افيك لوي، ومن بعد لا ريبريزونتي الجزائر في المحافل الدوليه، يا وي لا لايف يا اكاديمي كي اون كومبيتيسيون تري ريلفي مستوى عالي بزاف، دار اون تري تري بال بريستاسيون. بعد راح مثل الجزائر في المونديال يامي في لو مون وين عمل بوديوم السنه الفارطه، الى شامبيون ديتالي. حاجه اللي تلفت الانتباه تاعنا هو لو جديري با الباتريوتيزم، يعني حنا كي تشوفوا هكذا يا طفل وناخذوا الاسم في الديبي اون ديزي بون، ومن بعد كي نشوفوا الانتماء تاعو للوطن تاعو والحب تاعو الدرابو، ميم كونتي لي ميم ان اوكين كونترانت، يعني ما كان حتى اوبليغاسيون، نقولوا له في كل حلبات اوروبا با il insiste des fois يغلطوا يديروا له الدرابو اونغلي كي صار دوزيام ناسيوناليتي سبورتيف، يعاودوا له راح يقول لهم عاودوا ديروا لي لا ناسيوناليتي سبورتيف الجيريان تاعي. هذا دليل انه انها بلاد يفتخروا بها، تفتخر بها لا جونس تاعنا، سي ان بو لو بوين فور فوالا بور سون بروجي سبورتيف. حنايا حنا اوني فيير اننا رافقناه باش نقدروا les moyens les عندنا في الجزائر، سي تادي نوزا ريبريزونتي لا ريبريزونتي الجزائر، الى ايتي شامبيون دو لا مينا العام فاتي، لا في 4ام اي ام بو بارتو، هذا العام طلع لوطوموبيل، سي ان شوا سبورتيف ثاني تاع الاتحاديه تاع باباه كي سو ماناجر، جو بونس سي لو بون شوا. العام الجاي بالك اون فالا طوندرو اف 4 ان شاء الله دون كلكو زاني اون اورا ان بيلوت اون اف 1. السلام عليكم، انا نهاد ام ليو سامي. ليو بدا الكارتينغ من دوبوي لاج دو 6 ans. الكارتينغ سي ان سبور ميكانيك ان بو ديفيسيل دانجورو اوسي طون طون كو مامون لو كارتينغ اي ان بو دانجورو مي كيما ليو بدا من لا بروميير كارتاو سي تاع 3 ans. La course, il a débuté la course à l'âge de 6 ans, donc c'est ni nous le karting, donc c'est classe ou elfnabé. Le problème à le karting, c'est qu'il doit beaucoup de temps. Léo, il passe ses jours les compétitions de le karting, mais donc on aura les voitures, la course des voitures. معناتها عنده لي كورس تاعو ماشي كيما كان في الكارتينغ، مي الكارتينغ سي ان سبور ميكانيك اي بيان سوبورتي اون انجلتير، اون اي بيان سوبورتي لهنا مع الفازم، لا فيدراسيون الجيريان ايزون ايل سوبورت لو سبور تري تري بيان، و ايز ايساي دو بوبلي لو سبور هذا، و ابارامون سما يام دايرين حاجه مليحه. Ou Léo, pour l'instant, il représente l'Algérie, ce qui est bien. Alors, Léo Sami Robinson, متسابق جزائري يجري في انجلترا. Donc قرب نعملو مع لي بارون تاعو، كي عرفنا بلي كان عنده الاصول الجزائريه حنا تقربنا منهم، ومام هما كانوا شغل لا فولونتي تاعهم الاراده تاعهم كانوا باش يجري بالعالم الجزائري، ما حتى هو اللي كان نشوفوا الكاسك تاعو الخوذه تاعو هذا العام فيها الى العالم الجزائري، بكري كان من كان صغير كان يجري بالعالم البريطاني والجزائري في نفس الوقت، حتى وين كان ما كانش هذاك الوقت كانش يجي بلا ليسونس الجيريان، كان يجي افيك ليسونس انجلاس كي كان صغير، بصح كان العالم الجزائري دائما معاه. ومن بعد حنا لا ديكوفير جوستومون دخلنا اون كونتاكت مع لي بارون تاعو وقبلوا سور بلاس، كان
كانوا جستومون هما توني كانوا يحوسوا باش يجري بالعالم الجزائري وفخور كي يجري بالعالم الجزائري وشاك فوا نعيطوا له بور دي زيفينمون انترناسيونال كان يجي لي تي بريزون ايتترا وكان لان دي ليدر في البطولة العرب الشرق الاوسط شمال افريقيا للكارتينغ اللي فاز بها في 2021 ودار ثاني نتيجة جد مشرفة في 2022 وهذا العام ان شاء الله انتقل الى فئة اخرى اللي هي الجينيتا دونك هي السيارات دونك سي اون غراند كاتيجوري وربح فاز الاسبوع اللي فات في سباق سيلفرستون اللي هو سيركوي معروف عالميا لان حتى الفورمولا 1 تجري في هذا في ذلك المسلك ويعتبر اصغر سائق في العالم فاز في السيارات. Drivers Algeria are the second biggest team in 2022 behind Oman. They have won a race in every MENA so far, and they are led by the reigning junior Rotax MENA champion, Leo Robinson. وبعدد 14 متسابق تعتبر بعثة المنتخب الجزائري هي ثاني أكبر بعثة بعد الدولة المستضيفة سلطنة عمان بقيادة المتسابق ليو روبنسون. أنا جو سوي لا مامي دو سامي ليو. أنا راني خايفة عليه بزاف باسكو سي سبور شوية واعر، مي مالغري سا راني جو سوبورت باسكو سي مالغري كو سي مارياج ميكست، مي وليدي إلا با أوبليي سون كوتي ألجيريان. Il a toujours supporté le Jazair. Il a toujours eu le drapeau levé, le drapeau très haut, le drapeau algérien, malgré qu'il est dans un pays, je suis à Ouar, l'Angleterre, comme tout le monde le sait. Mais il a toujours été avec l'Algérie. Il restera toujours un Algérien. اخترت الجزائر لأنني جزائري وعائلتي كلها من الجزائر والناس هنا طيبون والجزائر بلدي المفضل. هدفي أن أصبح أول عربي وجزائري يفوز بالفورميلا للجزائر. ليو روبنسون of course born in England, Algerian family and representing Algeria. What a groundbreaking move that would be, an Algerian Formula One driver. Put your faith and your goodwill and your backing behind this young man. You have got a real, real superstar on their hands.